يلا خاطركم ان شاء الله معافى عمي ابو سامي. على مهلك على مهلك. خير. امسك ورطتك وهديتك ولا تورجيني خلقتك. ليش شو عملت معي؟ شو زعلتك انا؟ ولا شي يا ملك. اشكلية هي وصوري فيها وبعطيني صورتها. بلشوا. ايه وردي حلوة. اشكلها وحتى على راسي واتصور وبعت لك فيها صورة. يعني غلطت بشي انا حقيقي؟ لا ابدا، مزوق مزوق صاحب واجب. طيب كتر خيرك. وخيرك. كاني حاسستك هيك دايخ شوي، تعبان شوي. يعني من هالشي اللي عم تحكي انت. يمكن هاي الجرافيت اللي حاطها. ورجيني على كتافك. شكرا. اهلا. شكرا كثير. ورجيني على كتافك. يا مشان مثل ما قلت لك سوي فيها. ورجيني على كتافك. باي. 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 زعلانة شي؟ لك يلا. لك ما اسألك. ملياردير وجايب وردة بلاستيك. لك ترب انا وحظي، ترب انا وحظي. ليش مبرطمين؟ يعني هو الثاني كمان جايب ورده بلاستيك كمان. انا عم بسالك على الورده هلا؟ ها؟ انا عم بسالك عن غلاصته وعن سالته وعن قله ادبه وحقارته. ايه طيب يا بابا، بلكي ما لحق ينزل على السوق وشاف هيك قدامه ورد بالفازه وحمل ورده منه وجابها. رجعت لي لسيره الورده. لك حبيبتي انا ما بيهمني الورده. وردة ظريفة، وردة محترمة. ايه بس لو كانت طبيعي. طبيعي؟ شو طبيعي؟ شو قصدي؟ ولا شي بابا ولا شي. حبيبتي فهميني شو القصة؟ القصة انه هو ملياردير ومبين جربان وبخيل. ما قلنا لك جربان وبسيط جدا. يعني شو هلا ما رح تفتح معه مشروع؟ ما انا افتح مشروع ما واحد هيك تافه مثل حكاية هاد، كحتة مثل حكاية هاد. الوردة شو؟ ايه صح، بس طالع بوشنا يا ابي شيء غيره، يعني ما في شيء قدامنا غيره. احسن شيء وبيسوي لي فنجان قهوه على رواق، خليني اروق دماغي منه ومنك. شفي وحيا. حاضر حاضر. بس شاطر حاضر. وبتدبكم رجليكم وبتروحوا. واذا في جيران تحت منكم، واذا في سقف مهرهر. ناديتني بابا؟ لا ما ناديت لك بابا. تركيني بدي اعرف السطح. الورد أجمل منظر فتمتعوا باللحظ منه، فإذا انقضت أيامه ورد الخدود ينوب عنه. صباح الفل. لما بتزقزقي هيك قدامي بحس زقزيق قلبي عم بتزقزق. لك دخيل قلبك يا بابا. حبيب قلبي. يلا خد الدواء. هاي؟ هاي هاي. قبل الفطور ولا بعد الفطور؟ ما بتفرق، قبل الفطور بعد الفطور، بس لازم تاخدها. هلا بعدين بعمل لك كاس زهورات. اوكي. يلا يا روحي. في العافية يا رب. حبيبة قلبي. والمي بارد. يسلموا الإيدين. لك صحة وهنا. أكيد هلأ بدك تقلي عملي قهوة مو؟ شو؟ أكيد هلأ بدك تقلي عملي قهوة؟ أنا كنت بدي أقول لك عملي قهوة؟ ما بدها؟ لأنك أنت بتفاجئني فيها ما غير ما أقول لك عليها. شلون بقى أنا أقول لك عملي قهوة؟ بتروحي الصبح بتصحي
بتموسيني، بتروحي بتجيبي لي ياسمينه تحطي لي اياها بكاسه، بعدين بتروحي تسوي لي فنجان قهوه بتقولي لي صباح الفل يا ابن البر. اسال الله يا بابا اسال الله. ده كان زمان، ده كان زمان، ده كان زمان. ايه شو ما في غنيه تانية انا اقولها يعني. بابا ما في قهوه. ليه؟ حق الكيلو صار 200,000. 200 بس 200 هذا 200 بحارات الفقرة، يعني اللي ما عندهم كتير فوق 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 فوق. يلا هلا قد ايه صار؟ 200 300 ولسه عم يطلع ما بعرف. بس القهوة اللي بنجيبها نحنا صار حق الكيلو 200,000. الشغلة الثانية اللي نحنا لقيناها حجة انه الدكتور قال انت ما عاد بصير تشرب قهوة لازم تخفف منبهات، لهيك انا مو لانه القهوة غالية مشان صحتك. خلص تمام الحمد لله، وانا معك رح ازرك وما عاد في قهوة. يعني خايف على صحتك ولا خايف على جيبتك بابا؟ يعني اذا بدي اقول لك والله على الاثنين، لانه هي مكلفة وهي مكلفة. بابا انا بدي اقول لك شيء، انا بصراحه حابه اني اشتغل. طيب انا بدي اعرف بدك تشتغلي طيب وين وليش؟ شو ليش ما ليش بابا، يعني انت شايف انه راتبك التقاعدي ما عم يكفينا بشي، هيك انا بشتغل وبساعدك بالمصروف. لك يا بابا والله العظيم يعني انا بحتار، يعني هيك بدك تتركيني طول نهاري لوحدي بالبيت؟ لا انا رح اعمل دوامي وقت قصير. يعني معلش انت شو فكرة انك رح تاخدي راتب؟ ايه يعني شو يعني اكيد بدي يعطوني 300 400. امنح يا بابا والله ما بكفوكي سندويشات وفلافل